ندعو بالمقام الأول إخواننا في الأحزاب السياسية للعمل على توحيد الصف والبعد عن الخلافات والمناكفات، ولنعش في هذه المرحلة بالتحديد من أجل تعز وأبنائها. إن أبناء تعز اليوم يموتون بهذا الوباء القاتل وبغيره من الأوبية، فقفوا معهم وإلى جانبهم، ولا ينبغي لنا جميعا ونحن نرى الموت يحدق بأبناء تعز أن ننشغل بخلافاتنا السياسية غير مكترثين بما يحصل لهم وما يصيبهم.